بوابة المستثمر بشراكة بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والمركز الجهوي للاستثمار بجهة مراكش آسفي. الإذاعة الجهوية في مراكش تقدم بوابة المستثمر مع حسن بن منصور. أسير إذاعة مراكش عالم من المعرفة والمعلومات والمعطيات والخدمات بين أيديكم. بوابة المستثمر. المركز الجهوي للاستثمار بجهة مراكش آسفي فتح لكم الباب، من عندكم السؤال ومن عنده الجواب، الجواب باين تسمعوا ما تحتاج تقرأ في كتاب. كليكوا حدا الواتساب وتلقى ما بغيتي، وإلا قصتهم بجنان الحارتي تلقى عندهم ما نويتي. اسمحوا لي بعدا نذكركم برقم الواتساب 06-16-62-29-92. ودروك خليونا مع سي سعيد رايد رئيس قسم الرقمنة بالمركز الجهوي للاستثمار بجهة مراكش آسفي، يرد على السؤال ويلخص فيه المقال. ما تمشيوش بعيد، خليكم مع الراديو راه فيه كل ما يفيد. إذاعة مراكش عالم من الخدمات والمعلومات والمعرفة في مجال الاستثمار بين أيديكم. المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفي وفي إطار الاستراتيجية ديالو في الرقمنة وتسهيل المساطر الإدارية على المقاولين والمستثمرين، وفي إطار القانون 31/13 اللي كينص على تسهيل ولوج المعلومة، قام بإخراج واحد المنصة إلكترونية جديدة فيها مؤشرات ومعطيات على الاستثمارات وخلق المقاولات وحتى معطيات عامة على الجهة. هذه المنصة دارت بطريقة سهلة وسلسة اللي كتمكن المقاولين والمستثمرين من الوصول للمعلومة. طبيعة الحال هذه المعلومة اللي غادي تعاونهم في اتخاذ القرار بما في ذلك طبيعة المقاولة ولا المشروع الاستثماري اللي بغاو ينجزوا في الجهة ولا الإقليم. هذه المنصة كتعطينا مجموعة من المعلومات والمعطيات، من بينها معلومات على استثمار وخلق المقاولات، مثلا عدد المقاولات والاستثمارات، مبالغ استثمارات، اليد العاملة المتوقعة، تقسيم جغرافي على حساب القطاع، معطيات على طبيعة المقاولات، وكاين معلومات عامة على الجهة اللي فيها معطيات مهمة على السوق ومجالات متنوعة بحال الصحة ولا التعليم، نيفو دفي ولا مستوى العيش وما إلى ذلك. كندعوكم أنكم تزوروا هذه المنصة اللي كينا عن طريق الموقع الإلكتروني ديالها www.analytics.marrakeshinvest.ma. نتسناو منكم تعليقاتكم ولا الملاحظات ديالكم، مرحبا بها، اللي غادي تخلينا أننا نطوروا هذا الموقع ونكون باش نكونوا عند حسن الظن ديال الجميع إن شاء الله. إذاعة مراكش بوابة أثيرية مفتوحة رهن إشارة المستثمر لولوج بوابة المستثمر. شكرا سي سعيد رايد، انتم سمعتوا الكلام وشفتوا بأن المركز الجهوي للاستثمار بجهة مراكش آسفي ما تيدخر جهد باش يقرب منكم الخدمة وباش يكون دايما حاضر يجاوب على أسئلتكم ويرد على كل تساؤلات ديالكم ويقرب منكم كل ما صعب. إلى قصدتوه تلقوا عنده الساروت باش يتحل كل باب. الاستثمار هو زعامة، الاستثمار هو إيمان وقناعة، الاستثمار هو فكرة، الاستثمار هو خطوة، الاستثمار هو أنك تزعم وتقصد الإدارة اللي فتح لك كل الأبواب باش تعاونك حتى تحقق الأحلام ديالك. وشحال من حلم تيبدأ غير من فكرة، وواحد النهار تيولي جاهز واقف تابت على القدام، وهذا حافز بالنسبة لنا كاملين باش نزعمو ونزيدو القدام. بوابة المستثمر بشراكة بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والمركز الجهوي للاستثمار بجهة مراكش آسفي. الإذاعة الجهوية في مراكش تقدم بوابة المستثمر مع حسن بن منصور. أسير إذاعة مراكش عالم من المعرفة والمعلومات والمعطيات والخدمات بين أيديكم. بوابة المستثمر.